برهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا برهام؟ خير يا عامر، جاي أشرب شاي معاك. وماله أخويا، وماله؟ أنا تعبت يا عامر، تعبت قوي، كتافي الحمل زاد عليهم، ما كنتش قادر استحمل. تعرف احيانا بحس ان انا محبوس في صندوق اسود ظلام. ايوه انا بقعد باليومين ثلاثه ما بشوفش النوم، ولو نمت خمس دقايق بيبقوا مليانين كوابيس. ايوه شوف يدي مليانين بالدم. قول لي اعمل ايه يا اخوي؟ انت اللي اخترت الدنيا وشيلتها فوق كتافك لحد ما تجلت عليك وما عدتش قادر. عايز الحل؟ تتوب وترجع لربك وترد كل المظالم للناس اللي انت ظلمتها. تقصد ايه يا عامر؟ هو ده الحل اللي عندي، وانت حر اعمل اللي انت عايزه، لكن كل ده في كفة وكلمة حق تطلع من خشمك في كفة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.